سمعناه الآن والله لو أردنا أن نتخذ منه مدرسة وعلوما تربي هذه الأمة إلى الأخلاق لوجدنا الشيء الكثير. أليس النبي يخبرنا أن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراط، لأنه يسمع كلام الرحمن. ولذلك أنا أختم بأمرين اثنين. الأمر الأول، افعل الخير مهما كنت وأين كان، حتى وإن كان يظهر عليك تقصيرا أو عندك وقوعا في خطأ أو حرام. ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا أينما زرع. وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. حنا أمة اليوم ما أصبنا في العراق ولا في فلسطين ولا في أفغانستان، ولا أصبنا حتى بأي خلل من الأمور التي تصيب الأمة إلا ونحن لنا دور بها بمشاركتنا التي إننا لم نحترم أنفسنا فوقعنا وأوقعنا الأمة معنا. النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتعبد، نزل عليه الوحي، خاف، توقع المسألة جن أو مس، ورجع إلى خديجة، زمليني دثريني. قالت ما الأمر؟ فأخبرها بالذي رأى. قالت والله لا يخزيك الله أبدا. وش قالت لها بعدها؟ إنك لتصل الرحم وتفعل المعروف وتعين على نوائب الحق، الله ما يخزيك. هل رأيتم أحد يصنع معروفا ويعمل صالحا يرجو به وجه ربه فيخذل؟ كلا. اصنع المعروف أينما كان. في اسمين من أسماء الله تأملوا فيها، الديان، والاسم الثاني الشكور. وش معنى الديان؟ الديان الذي لا يضيع عملا لك أبدا سواء خير ولا شر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما أكرم شاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أكرم شابا شيخا لسنه إلا قيض الله له عند كبره من يفعل له ذلك، والحديث عند الترمذي. كان أبو سفيان قبل إسلامه، أبو سفيان طبعا زوجته هند بنت عتبة، هند بنت عتبة أسلمت قبله، وأبو سفيان لما أراد الإسلام ما أسلم في البداية، مع أن الإسلام عرض عليه مرارا، لكن حصل موقف منه. رأى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تمشي في سكك مكة، ثم سقطت فاطمة في الأرض، ولما سقطت مر عليها وهو ليس بمسلم، فرفعها ونفض التراب عنها. ثم دارت الأيام وإذا به يدخل في الإسلام ويسلم. يقول الصحابة رضوان الله عليهم، والله لا نعلم سببا لإسلام أبي سفيان إلا ذلك الموقف. العمل الذي فيه خير يبقى. الاسم الثاني لله الشكور، والشكور هو الذي يجازي على القليل كثيرا. الله لا يظلم ولا يهضم، تعالى الله، لا يظلم أحدا ولا يهضم حق أحد، يعطيك حقك كما فعلته. ولذلك المرأة التي فعلت ما فعلت لكنها رأت كلبا أكرمكم الله وسقت ذلك الكلب فشكر الله لها، وش قال في الحديث؟ وغفر لها، غفر لها بسبب كلب. رجل يمر يرى كلبا يلهث وينزل البئر ويخرج خفه، انعال أكرمكم الله، ويملأها ماء ويعض عليها بأسنانه حتى لا ينكب الماء، ويصعد ويسقي الكلب. وفي رواية أنه كان زانيا ولكن الله شكر له وغفر له بهذا العمل الذي هو في نظر الكثير يسير. جعفر بن أبي طالب يموت ويخلف أيتاما، ثم قال الرسول من يكفل أبناء جعفر؟ فقام ثلاثة من الصحابة كلهم أفقر من جعفر، لكنهم يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل يروي قصة، يقول كانت امرأة تمشي في الطريق جوعانة ومعها كثرة خبز تصدق عليها، ومعها طفل يبكي، تبغى تجلس في مكان الخبز يابس حتى تصب عليه ماء وتلينه، فتبحث عن ظل، فقالت لصبية اجلس ابحث عن مكان واعود. يقول الإمام احمد فذهبت الام، ثم جاء لص وخطف الصبي هذا راح به، ورجعت الام ما وجدت ولدها، فاخذت تولول وتبكي وتصيح. وبينما هي في الطريق مر عليها رجل فقير معه طفل،
قال إن طفلي هذا يبكي يريد شيئا يأكله. قالت ادخرت خبزة لولدي وخطف خذها. تقول فما أعطيته، هذا رواه الإمام أحمد، فما أعطيته إياها وعدت أبحث عن ولدي إلا ورجع اللص الحرامي هذا قال خذي هذا ولدك. قالت لماذا رجعت؟ قال خطفته ومشيت فسمعت رجل يقول إياكم وصبيان الناس فإن لكم أبناء كما لهم ولكم قلوبا كما لهم. يقول خفت ورجعت إليك. قالت الأم والله إنما أرجعه الرغيف الذي كان نحسبه لله. وين العمل الصالح اليوم؟ بعض الناس تقول له اجلس في مسجد نصف ساعة تسمع كلمة أو محاضرة كأنك تجلس عليه جبالا، لكن خله يروح المناسبة أو زواج أو لقاء ربما فيه حتى أحيانا مكروها وحراما، فتجد الساعات الطويلة تمر عليه ولا يلتفت ولا ينتبه لها ولا يقف عندها. الرسول في الحديث الصحيح يقول رجل سمعت صوتا في السماء، الحديث الصحيح يقول فالتفت فإذا بسحابة، يقول يا سحابة اذهبي وأمطري على أرض فلان بن فلان. يقول فتبعت السحابة حتى وقفت على حديقة رجل، والله ما نزل عن يمين حديقته ولا شمالها قطرة، صب على مزرعته بس. يقول فلما نزل المطر راحت السحابة، أتيت إلى صاحب المزرعة قلت ما شأنك وش أنت وماذا تصنع؟ قال هذه مزرعتي، إذا حصدتها وزعها ثلاثة ثلاث، ثلث لي ولأهلي وثلث للفقراء وثلث أعيده فيها. قال والله إنما جاءتك السحابة بسبب ذلك الثلث، لأن العمل لله تبارك وتعالى. يا جماعة الخير ترى المسألة مي بتركع وتسجد بس، لا، الله يقول اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وسكت. قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، سجود وركوع وعبادة وفعل خير، ولعلك عساك أن تكون مفلحا. ليش الرسول يقول امسح على رأس اليتيم ترقق قلبك؟ عثمان بن طلحة كافر يقول عرض علي النبي الإسلام 60 مرة، والحديث في البخاري، يقول عرض علي الإسلام 60 مرة فما أسلمت. يقول وكنت أمشي في سكك مكة، شوفوا هالعمل الخير، فرأيت أم سلمة، أم سلمة اللي تزوجها الرسول بعد وفاة زوجها، يقول فرأيت أم سلمة معها ولدها طفلها، قلت أين تذهبين؟ قالت أذهب إلى رسول الله المدينة مهاجرة. هو كافر عثمان بن طلحة. قال لي وحدك لحالك؟ قالت ما الأمر لوحدي 400 كيلو بين مكة والمدينة وتمشي على أقدامها. قال لا، اركبي على ظهر ناقتي أوصلك. هو كافر، واركبها على دابته وراح بها حتى وقف فأنزلها فعاد. قال رسول الله هذا الرجل يسلم بفعله معها، هذا العمل يدخله في الإسلام في يوم من الأيام. وأسلم عثمان بن طلحة رضي الله عنه ودخل في الإسلام بسبب هذا الفعل الطيب. عثمان بن عفان صحابي جليل، غزوة تبوك غزوة مشهودة سماها الله يوم العسرة، يقف الرسول عليه الصلاة والسلام قوام 30,000 من المسلمين ما عندهم شيء، قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. الرسول على المنبر فوق، وقام عثمان قال لك يا رسول الله 100 ناقة بأقتابها وعتادها وعدتها. ونزل الرسول درجة ثانية قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة. قال لك 200 من الإبل بعتادها وعدتها. قال من يجهز جيش الجنة وله العسرة. قال 300 بعتادها وعدتها. قال اللهم اغفر لعثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قال لك 900 ناقة و500,000 درهم من الذهب و10,000 من الفضة، إنما أريد وجه الله. ما راح للكلام عبث. لما جاء الرسول في بئر أريس أو أريسة في المدينة جالس، يقول أبو موسى الأشعري بحثت
عن رسول الله فما وجدته، فأخبرت أنه عند البئر. يقول فأتيت فإذا بالرسول يتوضأ، فعينت نفسي عند الباب بوابة، يعني من نفسي جلست عند الباب عند السور. فجاء أبو بكر يبي يدخل، قال ممنوع. قال من وضعك؟ قال أنا وضعت نفسي، لا تدخل حتى أستأذن لك رسول الله. وراح قال يا رسول الله إني أتيت ورأيتك تتوضأ على البئر فقلت أقف وأحرسك، وأيده الرسول. والآن جاء أبو بكر يريد الدخول عليك، أأذن له؟ قال إذن له وأبلغه السلام وبشره بالجنة. وطلع. يقول لك رسول الله يقرئك السلام ويقول ادخل ويبشرك بالجنة. يقول أبو موسى ورأيت أبو بكر دخل، فالرسول جالس على البئر أدلى رجليه على البئر بهالطريقة، وجلس أبو بكر على يمينه وأدلى رجليه. قال فخرجت فإذا بعمر جاي. قال وين؟ قال أبغى رسول الله. قال ممنوع لأن استأذن لك، استأذنت لأبي بكر. قال فدخلت قلت يا رسول الله إن عمر يستأذن في الدخول عليك. قال اخرج لعمر وأبلغه السلام وأذن له وبشره بالجنة. وطلع فقال إن رسول الله يقرئك السلام ويبشرك بالجنان. ودخل. يقول فجلس على يساره. يقول أبو موسى قلت يا رب يجي أخي الدعوة توزيع جنة، يا رب يمر أخي فيدخل فيبشر بالجنة. يقول فخرجت فإذا بعثمان رضي الله عنهم جميعا يقبل. قال إني أريد الدخول على رسول الله. قال فقلت أستأذن لك. يقول فدخلت على رسول الله قلت إن عثمان يستأذن. قال اخرج لعثمان وأقرئه مني السلام وأبلغه وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يصبر عليها. يقول فخرجت فأبلغت عثمان فدخل، وجلس عثمان مقابل، ما عاد في مكان، اليمين أبو بكر واليسار عمر، فجلس أمامه. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال وما أولنا ذلك إلا قبورهم، قبري أبو بكر وعمر بجانب قبر النبي عليه الصلاة والسلام رضي عنهما، وقبر عثمان في البقيع، فرضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. هذا رجل يذكره ابن القيم اسمه أبو النصر الصياد. أبو النصر الصياد رجل فقير ما عنده مال، احتاج، فما كان منه وهو يريد أكلا وشربا. يقول مررت على عالم يقال له أحمد بن مسكين. يقول فقلت يا أحمد إنني رجل تعبان فقير. يقول قال لي أحمد، ذكر ابن القيم رحمه الله، قال لي أحمد تعال معي. يقول فذهبت معه، فقال توضأ وصلي ركعتين عند البحر. يقول فتوضأت وصليت ركعتين، قال الآن صد، يعني ضع سنارتك. يقول فوضعتها فاصطدت سمكة. قال له أحمد خذ هذه السمكة وبعها واشتر لعيالك طعاما وشرابا. يقول فبعتها واشتريت لحما وحلوى، فقلت والله لا يأكل أبنائي منها حتى يأكل منها الشيخ أحمد هذا. يقول فذهبت إليه فقلت إنني اشتريت لحما وحلوى، خذ منها وكل. قال لو أكلنا أو أطعمنا أنفسنا لما أخرجنا هذه السمكة، احنا نبغاها لله، توكل على الله، راح أعطها عيالك. يقول بينما أنا ذاهب معي فرحان لحم وحلوى، فإذا بي أرى رجلا، أرى امرأة ومعها طفل يبكيان ويتضوران جوعا وعطشا. قالت المرأة يا هذا ارحم هذا الطفل. يقول أنا ماسك كيس فيه لحم والآخر فيه حلوى، وأتذكر عيالي جوعة، وهذه المرأة تصيح الآن، قلت هي الآن تمر في نفس ما كنت فيه. قال فقلت خذ الحلوى وخذ اللحم. يقول فأخذتها وتبسم الطفل ومسحت دمعتها وأنا أرى. يقول عدت إلى أهلي فإذا برجل يسأل عني، فلما أقبلت عليه كان يقول أين أبو النصر؟ قلت نعم. قال أنا رجل أعرف أباك وقد استدمت منه مالا قبل 20 سنة 30,000 درهم، لكنه مات ولا أعرف له مكانا، وأتيتك اليوم أعطيك إياه. يقول فأصبحت من أغنى أهل الأرض من شدة الغنى. يقول كنت ما أخرج إلى الصلاة إلا أدفع 1,000 درهم كل صلاة. يقول لكن نفسي تعجبني، يعني دخلني العجب. يقول فنمت ليلة وبينما أنا نائم رأيت في المنام
أنه نصب الميزان يوم القيامة. يقول: ولما نصب الميزان يوم القيامة نادى منادي: أين أبا النصر؟ يقول: فقمت. قال: فسمعته يقول: زنوا أعماله. يقول: وبدأوا يصبون أعمالي، فإذا بي أرى صدقاتي كلها وأعمالي وحسناتي، لكنها كالقطن لا قيمة لها، تحتها شهوة وتحتها عجب ورياء. منادي قال: هل بقي له من أعماله شيء؟ قالوا: نعم، بقيت رقاقتان. رقاقتان يعني كيسين اللي كان فيها اللحم، بقيت رقاقتان أنفقها على أم وطفلها. يقول: فأتي بها فوضعت في الميزان فرجحت، هي اللي كانت خالصة بس لله. يقول: يوم جيت سأقوم نادى منادي: هل بقي شيء؟ قال: بقي دمعة الطفل والأم التي مسحها. يقول: فوضعت الدموع فإذا بها كالبحر الهائج. فقالوا: هل بقي له شيء؟ قالوا: بقي له ابتسامة الصغير يوم أكل الطعام وشرب الماء. قال: فوضعت في ميزاني فطاشت السيئات كلها ولم يبق إلا هذه الحسنات. وين أعمال الخير يا جماعة الخير؟ المسألة لله تحتاج أن نعمل. الله يقول: فلق تحم العقبة. العقبة كيف تتجاوز؟ قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. كيف تنجو إن لم تقدم لنفسك شيئا؟ فلحظاتك إن لم تستغلها ذهبت. قضية أخيرة أسألكم بالله: هل حمدتم الله على شكره وعلى نعمه؟ مثال كم تقول في اليوم لكل الناس؟ إذا قدم لك واحد هالمنديل إيش تقول له؟ شكرا، جزاك الله خير، يعطيك العافية، ما قصرت، أشكرك حبيبي، جزاك الله خير. كم تقولها للناس في اليوم؟ كثير. لكن كم مرة تحمد الله على نعمه؟ كم مرة تشكره؟ كم مرة تشكر الله؟ من اللي أعطاك البصر؟ من اللي أعطاك السمع؟ من اللي أعطاك العقل؟ ثوبك هذا، الثوب اللي تلبسه، وش أصل الثوب هذا؟ وش أصله؟ الثوب هذا لولا الله والله تصبح عريان الآن. الثوب هذا إما قطن وإلا صوف. الصوف طريقة الأنعام، والقطن طريقة النبات. اللي يخرج النبات وأحياها البهائم من؟ الله جل وعلا. طيب ليش ما تشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة؟ كلكم عاري، حديث القدسي، إلا إيش؟ إلا من كسوته. أنت عريان أصلا، لكن الله امتن عليك، وكما سترك في الباطن ظاهر، سترك في الباطن ولا يعلم بك إلا الله تبارك وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا، شوفوا بلاغة القرآن، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. الله يقول قد أنزلنا، فيه لبس ينزل مطر من السماء. طيب كيف ينزل؟ أنزل الله الماء الذي أنبت الشجر الذي خرج منه القطن، وأنزل الماء الذي أخرج النبت فأكلت منه البهائم التي تأخذ منه صوفها. نعم، أشكرت الله تبارك وتعالى عليها. الخيمة هذه بيتك لتسكنه، من الذي أعطاك إياه؟ دريشة، باب لك. الطاولة هذه أصلها خشب، لولا خلق الله للنبات ما كانت. تقول ما أبغى أسكن في بيت، وين تسكن؟ في خيمة. وش أصل الخيمة؟ في عش، ما هو أصله؟ أين ينتهي؟ كل الأمر لله من قبل ومن بعد تبارك وتعالى. ولذلك الله جعل لكم من بيوتكم سكنا، الأكل، الشرب، البصر. من اللي أعطاك نعمة البصر؟ أنت تبصر وغيرك أعمى، أنت تمشي وغيرك مقعد، أنت تأكل وغيرك لا يستطيع إلا عن طريق الأوبر، أنت غني وغيرك فقير، أنت عندك أطفال وغيرك عقيم، أنت الذي تتحرك وغيرك لا يستطيع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واشكروا الله على هذه النعم، وشكر النعم لا يكون إلا بأمرين. الأمر الأول أن يكون فيه عمل، ليس كلام فقط، لأن الله يقول وقول اعملوا. آل داود شكرا،
وقليل من عبادي الشكور. وما بكم من نعمة إلا من الله، كل النعم التي تتنعم بها. هذا الماء من الذي أنزله؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه ماذا؟ لو نشاء، يخبرك الله تبارك وتعالى، جعلناه أجاجا مالح، لكن الله أنشأه. وين جت هالموية منه؟ من الحنفية. الحنفية من وين؟ من الخزان. خزان من وين؟ من البلدية. البلدية من وين؟ من البحر. البحر من الذي جاء به؟ رب العالمين. كلها تعود لله. ولذلك لو وقفت تنظر إلى ما خلق الله وما أعطاك الله تبارك وتعالى لوجدت العجب العجاب. طفلك، الطفل الصغير، من اللي يحرسه؟ ينام، يمرض، يتعب، يجوع، من يحرسه؟ أنت إذا أردت أن تسقط، يقول العوام العين لها حارس، يقصدون عين الإنسان، وهذا صحيح كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه إيش؟ يحفظونه من أمر الله. ولذلك نعمة الهواء، تخيلوا أن الهواء هذا يملك واحد من التجار، كيف يوزع علينا؟ لكن تقول تستنشق الهواء، ما هو بملك أحد إلا لله. ومن نعمة الله علينا بها الهواء أنك ما تحسه ولا تشوفه. هذه نعمة ولا ميب نعمة؟ اشكروا الله على هذه النعم، احمدوا الله على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. أنت من خلقك؟ من صورك؟ من ركبك في أي صورة ما شاء ركبك؟ من؟ أنا وأنت كنا لا شيء. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن إيش؟ ولم يكن شيئا، ما كنت شيء. ويقول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن إيش؟ شيئا مذكورا. مالك ذكر، مالك أصل. ثم يخلقك الله ويكونك ويصورك ويخلقك، فاحمد الله على هذه النعم، اشكروه. بكثر ما تشكر الناس، يجيك واحد يقدم لك معروف، ترسل له رسالة: أشكرك، ما قصرت، اشكر الذي خلقك. وأكبر نعمة نعمة الإسلام. جلست مع مجموعة شباب، وأرجوكم رجاء بطلبكم طلب، إذا انتهت المحاضرة ورحت لبيتك امسك ورقة، هذا طلب مني، حط قائمتين، قائمة نعم الله عليك عددها، ما تقدر طبعا لأن الله يقول أنت عد نعم لن تحصوها، وقائمة حط المعاصي اللي تفعلها أنت كل يوم. أسألك بالله إذا استطعت أن تفعل ذلك، حط قائمة الآن وانت جالس، حاول تعد بعض نعم الله عليك، عد بعض النعم، وتذكر المعاصي تفعلها في حق الله تبارك وتعالى. ألا نستحي من الله الذي أعطانا كل هذا؟ الله يقول: أعددت نسب الأمر له لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ما لا عين رأت، شوف التعبير البليغ، العين، لأنك أنت تقول والله أنا رحت، يقولك واحد وين سافرت؟ رحت الطائف، ورحت مكة، ورحت جدة، وشفت المشاهدة. طيب رحت إلى باكستان؟ لا والله ما رحت، لكن سمعت أن فيها أذن سمعت أنها أقل. طيب إذا ما سمعت والله أتوقع ولا خطر على قلب بشر. هذا الذي ما خطر هو الذي أعده الله لك في جناته، جنات النعيم. النعم لا تعد ولا تحصى. قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم خلقتهم ويعبدون غيري ورزقتهم ويشكرون سواي أتحبب إليهم بالنعم وأنا غني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم فقراء إلي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. هذا حال كثير من الناس. ولذلك الإنسان يجب أن يكون شكارا لله. يقول الشيطان في المحاورة لما قال الله: إذا فإنك من المنظرين، قال: ولا تجد أكثرهم إيش؟ شاكرين. يعني سأشغلهم عن الشكر. إن الإنسان لربي لكنوت. وش معنى كنوت؟
يعدد المصائب بس. أنا أصبت وحصل لي وعلي دين. أذكر نعمة واحدة طيب. امرأة تقول قالت كنت عقيما 16 سنة ورزقني الله بمولود وأصبحت وردت النعمة على الناس. قلت طيب باقي النعم وينها؟ أيوب عليه السلام لما مرض وابتلاه الله بالمرض قالت امرأته يا أيوب ادعو الله أن يفك عنك. قال كم لنا في البلاء؟ قالت قال 10 سنين. قال كم لنا في النعماء؟ قالت منذ خلقنا وفي رواية 20 سنة. قال اجعل الله يأخذ منا ما يشاء. يعني طول العمر حنا في نعمة، 10 سنوات ابتلينا ما نصبر على ما أراد الله، كما قال سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكثر. ولذلك الشكر يكون بشكر نعم الله تبارك وتعالى. إن الله يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، لأنك عبد لله تبارك وتعالى والحمد لله تملأ الميزان. أخيرا يا شباب، أولا أناشد حكام المسلمين والقائمين على شؤون الشباب أن يصلحوا الإعلام والتعليم ويزدادوا حرصا على رعاية شباب الأمة وفتيات الأمة. وإني أناشد أهل العلم من العلماء والمصلحين والربانيين أن يوجهوا الأمة وخصوصا شبابها ويبينوا لهم الكتاب والسنة ويقربوهم من الله تبارك وتعالى قدر الاستطاعة، وأن يصدوا عن الدين العاديات. ثم أناشد أهل الكتابات أهل الغمز واللمز ممن يكتبون بالصحف أو ينتمون إلى علمنة أو غيرها أن يتقوا الله قبل فوات الأوان، ويعلموا أنهم موقوفون ومسؤولون أمام الله جل في علاه. وناشدكم أيها الآباء والأمهات، اتقوا الله في من ولاكم الله جل وعلا، رب الأبناء على ما أراد الله. أناشدك أيها الشاب يا من تحمل في نفسك قلبا طيبا وغيرة خيرة أن تتق الله في نفسك وأن تعيد حساباتك. وأناشد أختنا الفتاة والمرأة المباركة أن تحتمي بحماية الدين وتتمسك بأمر ربها وشريعته، واعلموا أنه كما تدينون تدانون. أخرجوا لنا أمة وجيلا يا أمة الإسلام يخدمون هذا الدين، فإن في زمن كثرت فيه الفتن. بالأمس القريب نودع عالما من علماء الأمة شيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله رحمة واسعة، كما ودعنا قبله علماء وفضلاء وربانيين. والأمة اليوم تخسر كثيرا من شموعها وأقمارها ونجومها، ومع ذلك يزداد الشر في الأمة. أخرجوا الأمة رجالا صادقين ونساء صادقات، واعلموا أن الله مع الصادقين والصادقات وأن الله يحب المحسنين ومع المتقين. أسأل الله في هذه الليلة الكريمة المباركة أن يحفظنا وإياكم من الضياع.